على الريموت اكسس. هنكمل بقى كلامنا على موضوع الريموت اكسس. اتفقنا مع بعضنا ان الريموت اكسس ده المقصود بيه الفي بي ان اللي هو الفيرتشوال برايفت نتورك. وقلنا الفي بي ان ده عباره عن ايه؟ قسم لقسمين. قلنا عندي حاجه اسمها كلاينت تو سيرفر، وعندي عندي سيرفر تو سيرفر، او احنا بنقول عليه سايت تو سايت، ده ان شاء الله هنتكلم فيه المره الجايه، اللي انا بربط فروع ما بينها وبين بعضيها. قلنا الكلاينت تو سيرفر ان انا عباره عن ايه؟ عباره ان انا بعمل تانل ما بيني وما بين مين؟ السيرفر اللي انا هربط بيه. تمام كده؟ بيبقى في تانل ما بيني ما بينه وبينه. قلنا ان هيبقى فيه تانل. التانل دي قلنا ليها انواع، صح كده؟ قلنا عندي البوينت تو بوينت تانل بروتوكول، وعندي اللاير 2 تانل بروتوكول، وعندي الاس اس تانل بروتوكول، وعندي انترنت كي انترنت اكشينج فيرجن 2، صح كده؟ وقلنا الاوثنتيكيشن بتاعي الاثنتيكيشن بتاعي عندي نوعين من انواع الاثنتيكيشن، صح كده؟ قلنا عندي نوعين، عندي نوع اسمه ويندوز اثنتيكيشن، وعندي الريديوس. قلنا عندي لو انا هعمل ستاند الون سيرفر، يعني هجيب اليوزر بتاعي من السام فايل، او الجهاز او الراس بتاعي هيكون ايه؟ جوين دومين، هجيب اليوزر بتاعي من جوه الاكتيف دايركتوري. طيب لو ريدياس، قلت لك لو ريدياس عندك حاجتين، لو الراس بتاعي نوت جوين، او هشغله على ايه؟ اني برودكت، هشغله على ايه؟ اني برودكت، صح كده؟ وقلنا الاثنتيكيشن عندي ثلاث حاجات، عندي ثلاث حاجات مرة تاني. قلنا الاثنتيكيشن اول ما تطلع فوق كده تلاقيه قلب على طول. تلاقي انا عندك ثلاث حاجات، اليو يا اما ديناي يا اما ايه؟ اليو اكسس فرو ايه؟ النابس. اليو اكسس فرو النابس. احنا وصلنا لحد كده، صح كده؟ طيب لو النوع بتاعي ويندوز اوثنتيكيشن، لو عندي النوع بتاعي ويندوز اوثنتيكيشن، يبقى انا النوع بتاعي لو انا ويندوز اوثنتيكيشن، يبقى انا كده لو انا سمحت بويندوز اوثنتيكيشن، يبقى انا كده معرض الى حد ما للدنيا تكون متهاك عليها، الدنيا نوت سكيور. ليه ويندوز اوثنتيكيشن على طول؟ ما هو ما ينفعش تعمل حاجه عندك ويندوز اوثنتيكيشن دايركت، يبقى الناس منهم لربنا على طول يعني. لازم تعمل حاجة قدامك اسمها النفس. النفس دي اختصار كلمة ايه؟ نتورك بوليسي سيرفر. نتورك بوليسي سيرفر. بتعمل ايه بقى؟ أنا النفس دي عبارة عن مجموعة كونديشنز. النفس ده طبعا احنا لسه هنتكلم عنه، مجموعة كونديشن. ايه الكونديشن ده يا سمير؟
يعني ايه كونديشن؟ يعني مجموعه شروط معينه. اقول الراجل اللي هيجي لي من بره ده انا بحدد له حاجات معينه، لو ما اتطبقتش عليه الراجل ده مش هينفع يدخل. زي ايه مثلا؟ يعني مثلا انا هطلب منه ان الجهاز اللي هيجي لي يكون ويندوز 10 مثلا لايسنس تو ديت، يكون فيرجن معين، ممكن احدد له الفيرجن بتاع النسخه دي. اقول له مثلا ان هيجي لي يكون حاطط انتي فيروس نوع كذا. هو هيجي لي من ايدي من الانترنت اللي هيجي لي من عليه، هيجي لي من على وايرلس ولا ايدي السيل ولا هيجي لي من على مودم ولا هيجي لي من على ايه بالظبط؟ ولا لينك سيستم ولا نوع المودم ايه؟ انا ممكن احددها. ممكن احدد مجموعه كونديشنز كتيره ممكن احددها انا. ده مش كده كمان، انا ممكن احدد البروتوكول اللي هيقدر يشتغل عليه اللي هيجي لي من عن طريق مايكروسوفت. مش ده ايكوال للفي بي ان فرونت تايم؟ لا. مش انا بدخله فرونت تايم بيطلع عليه شروط معينه لو طبقت عليه. ما هو ده اسمه النبس، ده مش اسمه كرون تايم. النبس ده، النبس ده في سيسكو في سيسكو اسمه الناك. الاي سيرفر كان اسمها كرون تايم، بي بي ان كرون تايم، ان هي مجموعه الشروط دي. طب ما هو انت كان عندك الايز دي كانت بشرط ان هي لازم تكون جوين. ممكن تنزل بس برضه ويندوز. انا بقول لك بقى لا، هي خلي بالك ان البروتوكول ده ستاندرد في كل حاجه مايكروسوفت عاملاه، بس هو بالنسبه لسيسكو اسمه الناك، عشان اللي احنا فتحنا سيسكو اسمه الناك. وفورت جيت وبرضه ليه اسم تاني فورت جيت كده افتكره لك. فورت جيت اسمه كلاينت ريفيل ريفيلج. انا هنا مش تافه معاه. ما تدخلش انت هتشوفوا العجب دلوقتي يعني. ايه كده؟ لا انت بتقنن، ده كله مور سكيور ليك انت. خلي بالك النفس ده انت بتطبقه على حاجات كتيره، مش موضوع الفي بي ان بس. يعني احنا ممكن نطبقه كمان على الدي اتش بي، احنا ممكن نطبق النفس على الدي اتش بي من ضمن الحاجات. والهدف ان انا عارف المكن بتاعي اللي داخل عليا عامل ازاي. انت بتحدد حاجات معينه في في الاجهزه. انا عارف ان المكنه اللي هخش بيها الموظف انت عاملها على ديك وعامل عليها على ديك اتصلح عليها ويندوز عامل كذا، عليها انتي فايروس عامل كذا، فعشان اعمل نفسي بقول التفصيل ده. في اكتر من كده، احنا ممكن بنعمل له جروب معين، نقول لك الناس اللي هتيجي من الجروب الفلاني بس هم اللي يدخلوا الجروب ده. مثلا فيه واحد اثنين ثلاثه بس لا، جروب في الاكتف دايركتوري، ما هو كله مسمى على بعضيه. انا لو رحت على السيرفر واخترت موضوع بص كده، لو جينا هنا على السيرفر بتاعي واخترنا موضوع هنلاقي موضوع ايه؟ النفس بتاعي. هو القصه كلها ان النفس ده هيبقى مكانه فين؟ النفس ده هيبقى مكانه فين؟ اول حاجه بعد الريد اول ما الاوثنتيكيت بيخش يطبق عليه الاول. بص هو الريجس زي ما قلت لك قبل كده، الريجس ده هيكون ايه؟ هيكون ضمن ولا ورك جروب؟ او دي ام زي او دي ام زي. بص عندك الرسمه تبقى ازاي؟ ادي الكلاينت بتاعي اهو. ادي الكلاينت بتاعي اهو. الكلاينت ده عايز يعمل ايه؟ كونكت على الريس.
هيروح يبعت ايه اليوزر نيم ويبعت الباسورد بتوعه لمين؟ هبعته لمين؟ للراس. الراس كنترول الدومين الفايل سيرفر ده اللي هيكون عليه ايه؟ النفس مش هيكون على الدومين. هيروح يبعت الدومين هيروح للنفس. يا نفس انت الكونديشن دي هتطبق الراجل ده متطبق عليه الكونديشن اللي عنده؟ هيقول له انا متطبق عليه كذا وكذا وكذا وكذا. هيروح يتكلم الاكتيف دايركتوري، يا اكتيف لو سمحت روح كلم، روح اعمل تشيك اب على مين؟ على الكلاينت، هل هي الحاجات دي متطبقه عليه فعلا ولا لا؟ هل الحاجات دي متطبقه عليه ولا لا؟ طب لو مش متطبقه عليه هيعمل معاه ايه؟ لو مش هيدخل اصلا. هو اللي جوه كده مش الكلاينت اللي هيكلمه، ده قصه اوثنتيكيشن بقى جوه. ممكن على يعني احنا مثلا دلوقتي اما نيجي نشتغل ليه بقى مش على الدومين دايركت؟ على الدومين هو اللي لا، ما انا بقول لك دلوقتي النفس ده، النفس عندك ممكن تحط عليه سيرفر مش شرط الدومين. لا هو يكون جوين النفس، مش جوين الراس اللي مش جوين. السيرفس عليه حاجه نفس؟ لا مش هتشيل نفس. هتيجي هنا وتقول له ايه؟ اد اند ريموف فيتشر، اد اند ريموف فيتشرز، نكست نكست. هقول له عايز ايه؟ نتورك بوليسي اند اكسس سيرفيس. نكست نكست نكست. هقول له انا عايز السيت اب ايه؟ نتورك بوليسي سيرفر، نكست انستول. مش لسه قايل هندسه بلاش على التسجيل؟ انا بقول لا ده النبس مش الراس، الراس انا لسه ما جيتش جنبه. الراس بيعمل ايه؟ الراس هو عباره عن جهاز بيستقبل الكونكشن من بره. هو عباره عن جهاز بيستقبل الكونكشن وبعد كده يعمل لها فورورد لمين؟ للنفس. زي الراوتنج كده. زي الراوتنج بس بيبقى ورك جروب. ليه ورك جروب؟ عشان ما ينفعش عشان ما يتهك ما ياكلكش اي حاجه عندك. ما ينفعش نعمل ريديوس يا باشمهندس؟ لا الريديوس لسه هنعمله دلوقتي. سؤال، لو عندي فايل اسمه سوفس بورتيجيت ممكن هو يعمل ريديوس بقى. مش هو اللي شغال في بالي، فالبورت ده مش هو اللي شغال في بالي. وعندي جوه ناس سيرفر ويندوز. البورت فورورد انا مسميها بورت فورورد اللي هيتم الفاير وول للريس ده هيبقى ريديوس. هنا بقى ده الفاير وول بتاعك ده اللي هيقوم بعمليه الريديوس. هو اللي هيريديوس، هو اللي هيعمل موضوع ريديوس. ولا يا ريديوس اوثنتيكيشن. انت احنا بالنسبه لنا كده مش هنشتغل ويندوز اوثنتيكيشن خلاص. احنا هيبقى ريديوس اوثنتيكيشن بعد كده هيدخله على الريس، والريس يقول له خش في بي ان او لا. بص ادي عندك ايه؟ الريس اتسطب اهو. لو جينا هنا في تولز هتلاقي عندك حاجه اسمها نتورك بوليسي سيرفر.
ادي النابس بتاعنا هنا. لو جيت هنا في السيرفر بتاعنا دلوقتي، لو جينا هنا على السيرفر بتاعنا هنروح نعمله ايه، ندخله برضو كارتين، بس ده طبعا الجهاز ده ورك جروب، ولازم المكنة تسميها، لازم تديها اسم. المكنة بتاعتي ايه؟ ورك جروب. هسميها ايه؟ هسميها ريس سيرفر. ماشي؟ اوكي. وندخل لها اي بي. مية اتنين وتسعين، مية تمانية وستين، عشرة، خمسين. مش فارقة معايا والله. مية اتنين وتسعين، مية تمانية وستين، عشرة، مية. وادي الكارت التاني، اتنين وستين، واحد، 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 اتنين، خمسة وخمسين، ميتين خمسة وخمسين، ميتين تمانية واربعين. في كارت هنا في من 3. هنعمل ريستارت للمكنة. فالبروجكت بتاعنا بقى هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي مش هنعمل ريديس، امال هنعمل ايه؟ زي ما قلت لك احنا هنعمل الراس بس، وهنعمل الراس برضو جوين دومين زي ما هو، وبس هنطبق عليه البوليسي بتاعت مين؟ النفس. هنطبق عليه بوليسي بتاعت ايه؟ النفس. الدومين. بلا نعمل ريستارت كده، بص كده النبس، هتلاقي عندك حاجة اسمها ريديس كلاينت سيرفر، وعندك حاجة اسمها بوليسي. احنا هنيجي نشتغل هنا على ايه؟ على البوليسي. هتيجي هنا ممكن تقول له هنا، تيجي هنا تقول له ممكن كونفيجر كونكشن ريكويست، او كونفيجر نتورك بوليسيز، او ممكن نيجي هنا عند نتورك بوليسي وتدوس له رايت كليك ونقول له ايه؟ نيو. هتسمي البوليسي بتاعتك دي ايه؟ هنسميها مثلا فيبين.
بقول لك ايه، تايب اوف نتورك اكسس سيرفر. هتشتغل على ايه؟ هنشتغل على ريموت اكسس سيرفر فيبين او نكست. سبيسيفاي كونديشنز بقى، اديني بقى الكونديشنز اللي انت عايز تعمل ايه تعملها. بيقول لك ايه، اول حاجه ويندوز جروب، الناس اللي موجودين في الويندوز جروب دول زي مثلا مين، نيجي هنا مثلا نعمل في جروب اسمها اي تي اي، لا نعمل جروب اسمها في بي ان. فين نعملها؟ فين في بي سي اهي جروب، وهنسميها في بي ان. يبقى انا دلوقتي هقول له ايه، اد، بيقول لي دخل اسم الجروب، هقول له في بي ان. ايه؟ نفس. هقول له في بي ان. كنترول سي، الت سي، الت سي، الت سي، اد. ماشين جروب، لو انت عندك عمل مجموعة جروب للماشينز عندك، يوزر جروب، يوزر معين، اللوكيشن جروب، لو انت عامل لوكيشن لمجموعة جروبات، بس دي ما بتسميتش على الويندوز يعني. هنا بقى تايم، تايم اند ديت، هديك كده هقول له مثلا اللي هيدخل لي في بي ان هيدخل لي من كام لكام؟ هيدخل لي مثلا من 8-7 بالليل لحد انت لحد 12 كل يوم، ما عدا مين؟ ما عدا الجمعه والسبت ومثلا بس زي الفل لحد الساعه 12 بالليل هنفتري يعني. اد هنا الاتشاب، الاتشاب، اتشاب جروب، لو انت هتعمل حاجه اسمها اتشاب جروب. عندي ايدنتيتي تايب، عارفين الايدنتيتي؟ عارف الايدنتيتي اللي هي بقت ايه؟ نوع الويندوز بتاعك ايه؟ اب تو ديت ولا مش اب تو ديت؟ لسه هناخدها ان شاء الله في النفس، انا لما اجي ناخد النفس يعني. الحاجات بقت ايه؟ الانتي فايروس بتاعك يكون نوعه ايه؟ يكون اب تو ديت ولا مش اب تو ديت؟ مثلا يكون لازم تكون مشغل فاير وول، الويندوز الجهاز اللي جاي لي ده يكون متسطب عليه مثلا، يكون النسخه بتاعته لايسنس، الحاجات دي. الهيلثي بوليسي، الهيلثي بوليسي زي المونيتورنج كده، حاجه زي المونيتورنج من كده ناخدها يعني. قوه البروسيسور كذا كده يعني. الاوبريتنج سيستم اللي يجي لي بقى، نوع الويندوز بتاعي، اوبريتنج سيستم فيرجنز، تكتب له الفيرجن بتاعي بتاع الويندوز، نسخة انت عامل زي ما انت محمد قالها، انت عامل، انت تنزل نسخة معينة ومعاك رقم الفيرجن بتاعها، فانت بتدخله رقم الفيرجن. طيب والاركتكشر بتاعتها هل 32 ولا 64؟ طبعا 100% اللي داخل لك ده بتاعي. بتاعي انا بس عشان انا اللي عارفه. عندي تاني، عندي مثلا اوثنتيكيشن تايب، الناس اللي هتجيلي يكون متفعل عندها الام اس تشاب فيرجن 2. ايه تاني؟ بص بوليسي اكس، لا مش انا هودي لو ايبا. عندي الكلاينت فريندلي نيم، اسم المكنه بتاعي يكون اسمها بطريقه معينه انت تكون عامله، او ده ضمان ان انت الجهاز ده انت مسميه بنفسك. الكولينج ستيشن اي دي، رقم التليفون اللي هيجي لك منه. رقم التليفون الارضي اللي هيجي لك منه. كلاينت فيندور نوع، هنا بقى نوع ايه بقى؟ لا مش نوع، مش نوع المكنه ده، هنا نوع، نوع الديفايس، نوع الراوتر اللي جاي لك، هل هو ستريكوم ولا اي سي سي ولا بي ان اي ولا سيسكو ولا ديجيتال ولا ايه بالظبط؟
ما هو ريفيس كلاينت ما هو اللي هو جاي منه. اللي جاي منه عندنا حاجات كتيرة جدا يعني ممكن تختار منها. عندنا مثلا التانل، عايزين نختار التانل. فين التانل؟ تانل اهي تانل. طيب نوع التانل بتاعي يقول مثلا ايه لير 2 او بوينت 1 او اس اس تي بي حسب، مش كده؟ نقول له نيكست. هنا بيقول لك هي اكسس جرانتد ولا اكسس ديناي. لو طفى عليه بقى يا اما تدخله ولا تدخله؟ لا طبعا. هنا بيقول لك ايه احنا نشغل ام اس اتش اف فيرجن 2 نيكست. هنا بقى الايدل تايم اوت، لو قعد قد ايه مش شغال، فاتح السيشن ومش شغال بيها مثلا ربع ساعه، السيشن تكون شغاله قد ايه؟ ساعتين مثلا وتفصل. اديني رقم التليفون اللي هيجي لك منه يا محسن. طبعا هنا برضو الدي اند تايم، لو انت مش عاملها تعملها له تاني. هنا بقت نفس الكلام اللي احنا جات لنا في برضو. هنا بقت قال لك ايه، هل هو جاي لك هيجي لك وايرلس ولا هيجي لك ايثرنت ولا هيجي لك توكن رينج ولا هيجي لك اي اس دي ان ولا هيجي لك ولا جاي لك في بي ان ولا جاي لك ايه، على حسب نوع اللينك اللي جاي لك منها هتدخله مش هتدخله. وعندك دي اس ال اهي، وعندك دي اس ال اتش اف، ادي السيمتريك اهو اللي احنا شغالين بيها. نيكست. هنا بقى بيقول لك ايه الفيندور، دخل الفيندور بتاعك. هنا بقت انت جاي لي بقت من جهاز سيسكو ولا جهاز المودم بتاعك، يعني نوع المودم بتاعك اللي انت جاي لي بيه ايه. لا هواوي. هنا بقت الراجل اللي هيجي لي من بره ومش متطبقه عليه الشروط، هل هندي له الاو فول نتورك اكسس ولا هنقول له الاو فول نتورك اكسس فور ليميتد تايم، ولا هندخله بس نعمل له ايه ليميت، ولا هنعمله له ليميت اكسس نخليه اكسس بس نديله ايه ليميت بسيط انه يشتغل بيه، ولا ما فيش خالص يعني. هنا بقى طيب اللي هيجي لي ده هنعمله ايه، ترانزاكشن اسمه ترانزليشن ولا هنقول له انفكتد؟ لا ما هو بنك ده بيبقى متأمن حاجة. لا ما هو برضه اي خلي بالك بنك مش شغال كده. طيب اللي هيجي بقى هنقول له انفكتد نطيره ولا ندخله؟ اكيد طبعا هندخله. اللي هو يعني اللي طبق عليه كونديشن، طبق عليه كونديشن، هندخله ولا نطلعه ونطيره؟ طيب هنا بقى المالتي لينك، المالتي لينك المقصود بيها ايه؟ لو واحد الراجل اللي جاي لك يكون عنده ايه؟ يكون عنده مايكرو تيك، او يكون عنده مثلا ايه دي عنده جهاز ديفايس عامل لك ايه؟ لود بالانسنج ما بين خطين. طب هو هيعرف ازاي من اللي جاي له خط ولا خطين؟ لا ده هيعرف. هنا الاي بي فلتر بقى لو انت ايه؟ في المالتي لينك لا بيبقى في اكيد في سرعه اهو، دي حاجات بقى جوه السلك احنا مش هنعرفها احنا يعني. مش هننقيها احنا، هو اللي هينقيها يعني. هنا الاي بي فلتر، هنا الاي بي فلتر بقى تعمل ايه؟ الانباوند والاوت جوينج والاوت الاوت بوت اللي جاي لي واللي خارج مني. انكريبشن بقى تحب تشفر؟ طبعا نقول له نو انكريبشن يعني. اي بي سيتنج لو انت عايز تعمل سيتنج معينه نيكست. طبعا جايب لك سامري وتقول له ايه في الاخر فينش. هنيجي هنا هنيجي نطبق ايه، هنقول له اي بي سي ادمنستريتور
مش في المود النهارده. البنوك بقى شغاله على حاجه اسمها او تي بي، ده عباره عن جهاز صغير كده بوصله بضغط عليه اوكي يوصل البنك يبعت لي رساله فيها يفتح سيشن عنده، يبعت لي رساله فيها كي مره واحده بس على الموبايل اللي عامل له ريجستر في البنك. ادخل هي بتبقى عباره عن عامل زي الموبايل كده فيها ارقام تليفونات، ادخل الكي المره دي بس يفتح لي السيشن دي مره واحده بس. مره واحده بس. بس مش فايلك هو النهارده. نكست انا اتصلت بيه تاني طبعا حفظناها يعني. في الفيديو قبل ما يخلص هنعمل نفس الكلام، هنقول ايه راوتينج اند ريموت اكسس، هنقول كونفيجر. طبعا احنا دلوقتي سامحين لحد الساعه 12 الفي بي ان. عايز تمشي بقى اصل الكارثه دي ممكن تطلع 10 غير تكون يلا بص كده هنروح نقول له بروبرتيز سكيورتي، هنقول له هنا نديله بوله نخليها المره دي بقت 172 20 20 20 172 20 20 25 ماشي، ونيجي نقول له بص على مين؟ على زيرو هو الانترنال. الراجل ده لو حب يعمل كونكت بقى هيعرف يعمل كونكت؟ لا ما ليه؟ ليه؟ غيرت له الاي بي هندسه؟ لا ما هو كده هو 62 الراجل ده هيعرف يعمل لو غيرت هيعرف يدخل؟ ده هبل ولا ايه؟ ده هبل ده ولا ايه؟ نعم معاك. ده مش سيرتيفيكيشن خالص، ده نفس. غيرت الاي بي هندسه؟ لا ما هو مش موضوع اي بي. شوف احنا عايزين بس نشوف هو عشان تدخله. المفروض يبقى في الجروب اللي اسمها ايه؟ في بي ان. لا هم دول مهيسين. احنا نقفل دول كده ونفتح السيفن. مش مشكلة. طبعا احنا الكونديشن بتاعنا ان هو لازم احنا ما دخلناش حد في جروب. هو كروب لا هو كروب بس هيدخل باليوزر نيم والباسورد بتاع اللي جوه الفي بي ان.
ربنا يخليك. مكنه جديده خالص وغيرنا الكارت بتاعها. الفي ام 3 دي هاي بي ودي 41 واحد 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 ماشي دي 48 اهو ما كناش غلطنا في 48 62 يا عم ماشي هنيجي هنا نقول له ايه نقفل الفايرول طبعا هو جالك من الراوتر اهو نقفل الفايرول مالك يا اكرم مش حد سامع صوتك يعني هنقول له كونكت اي ويل انستول هنقول له احنا عايزين كونكت على 2.2.1.1.1 2 1 يا ابني انت غلطنا ايه؟ اي بي سي في بي ان الكونديشن اللي انت عرفتها له هناك يا باشمهندس لازم يكون عنده فاير وول كمان صح؟ اه انت فعلت الفاير وول هنا اه مشكلة هنيجي هنا نحاول نعمل في بي ان كده نقول له حسام الباسورد بتاعته من 1 لـ 5 abc.com ده لسه استنى البروتوكول اه دخل اما استنى نعمل كده ستارت للسيرفيس دي هنا بقى لازم نروح تيجي الغلطه اللي انتم مش واخدين بالكم منها صح كده ان حسام هنا لازم تدخل عليه كده وتقول له ضايل ان وتقول له اكسس فرو النابس ايوه ما الديفولت بتبقى كده بس احنا كنا بنعملها لو اكسس فحسام بيه دلوقتي هينفع يعمل اكسس؟ ليه؟ عشان مش في الجروب مش في الجروب الفي بي ان لا ما هو كده ده بيقال له يعني هو دلوقتي لو قال لك كده هات جروب ودخلناه في الفي بي ان احنا قلنا هو بوينت تو بوينت ممكن يكون لسه الراس بيعمل بص كده احنا في حاجه تانية لازم تخش هنا في سكيورتي هتقول له هنا اوتوماتيك ولازم تقول له فيرجن 2 هتقول له نو انكريبشن مش عايزين انكريبشن
في حد في يوزر تاني هنا يا جماعه. طب شوف الاي دي بتاعه كده هندسه. لا مش هو سمير. دخل سمير احسن. انا اقول سمير احسن يعني. هو الاكس بي كان اليوزر نيم بتاعه ايه اللي انت دخلته؟ حسام برضه. ها؟ حسام برضه. طب ما هو حسام داخل من غير ما يكون ممبر في الفي دي ال على الاكس بي. لا كمان ما كناش اخترنا النفس. في كونديشن في حاجه كده مش متطبق عليه. لازم جوين. لا بص نيجي هنا نشوف الكونديشن. الكونديشن بتاعنا ندوس على رايت كليك كده. الديت النهارده السبت. النهارده الحد. من 6 ل 12 شغال اهي. في بي ان اهي المتشاب بوينت تو بوينت اهو. اختار حاجه في الويندوز يا باشمهندس. لا سيتنج الجهاز ده واخد اي دي كام عندك؟ 62.1.1.2. زين هو ده. عكس ازاي؟ استنى هنا سمير نسينا حاجة. لازم نيجي هنا دايل ال سرو النفس. ما هو ده النفس وهنا يدخل. Grant North بلغي كل الكونديشنز كده يا باشمهندس وجرب. استنى احنا ممكن نخليه في الويندوز جروب بس. شاب كده خليته كونديشن واحده ويندوز جروب. لا اتنين بس. لا الفيرجن 2
احنا هنشيل الشات تو دي كمان دلوقتي. طب ليه؟ اعمل علامة صح على نيبل لوجن دي ممكن يكون ولا جاي ده. ممكن نقول له على زيارته تم بالدخول نقدر ستارت نيجي هنا عند الكلاينت سكيورتي هنقول له زيارته تم بالدخول ادفانسد هو الريس مش شايفه هو شايفه اصلا هندسه يعني لو بنكت يشوفه اكيد طبعا يعني لا مش شايفه شايف الدومين النتورك شوف الكارت كده ولا حاجه اه لا ده مش هيشوف مش هيشوف مش هيشوف لا لا كده على دي انت م... انت م... انت كده فين يا باشمهندس عشان مش شايف الكمبيوتر انت على الريس على الريس بتبنج على الدومين على الكنترولر هو مش شايف نفسه ولا هو مش شايف نفسه لا 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 ده هو جيت واي انا شايف برا يا ماما شايف برا مش شايف نفسه شايف نفسه نيجي هنا راوتر المفروض هو هنا في الجروب دي داير ان ثرو والنبس لو قلنا له ان انت من غير النبس واللير 2 ده انا بروتوكوله اللي هو بيعمل تشيك اب على الباسورد نكريته تاني نكريت البوليسي تاني هنجي هنا ادي النفس اهو نلغيها ديسيبل نيو بوليسي هنسميها في بي ان داش 2 اي بي سي هيبقى اي بي سي في بي ان هنقول له احنا هنشغل على مين ريموت اكسس هندخله دول كونديشنز جروب دي بس
نيكست 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 انا تشيب خليها برضه في التشيب نيكست 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 فينش نزلت اهي صح؟ اهي هنيجي هنا عند سمير هنقول له ايه؟ نابس شيء ما فيش حاجة تاني هي بس ما مشكلة لا هو هنا كونديشن الانكريبشن نو انكريبتد بيشيك؟ اه بيشيك كده مع مع النابس. هو ايه المشكلة كانت عشان ما خدتش بالي منها؟ ده الاثنتيكيشن ميسلز بس. ماشي بس يا ريت لو شبك وتمام قاعد لي الحتة دي معلش. ماشي. خد ان انت كده هندسة مش حاطط كونديشنز كتيرة يعني. هي واحدة بس. انا مكنتش مختار الاي كي نشغل برضو الاكس بي الاثنين واقفين على نفس الحالة بس المفروض ما يأخرش كده ما هو شغال هو هو بيعمل فيريفيكيشن بس لا شايفين بقى
وصلت للشيرو. خلاص هو عدى المراحل دي كلها فبيعمل تشيك اب على اليوزر نيم والباسورد بس يعني هو المفروض كده دخل. بس هو يعتبر كده ذا بص يا بص يا جاسر وبنك اهو داخل على الشير. بص لو عندنا شير مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين عشرة مية الشيرو. انا كتبنا كده اي بي سي باك سلاش ادمنستريتور هذا الشيرو هذا البرنتر شيرو اهو. بس انت واقف على الكلاينت ودخل على الدي سي من الشير. اه الشير اهو. ولو عايز اخش على الديسك توب اهو ام اس تي اس سي افتح الديسك توب هنا بس خش على الراس كده. طيب يخش معاك لحظه بس افتح الريموت ديسك توب. دومين اهو الراس عايز بس اشوف الريموت ديسكتوب مفتوح. تمام كده يلا نشوفكم بقى المرة الجاية بقى يوم الثلاث. يلا سلام.